من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحانين النهارده بوجود مدرسه الشمامسه معانا. زي ما كان في كورالات متنوعه في الكنيسه وضيوف من بره الكنيسه امبارح، النهارده مدرسه الشمامسه والفريق ده اسمه نيطغمه يعني طغمات السمائيه. فربنا يدي نعمة. بنشكر مدرسة الشمامسة قبل ما يسمعونا الألحان الجميلة مقدما، لأن مجهودهم جميل ومعروف وناخد بركتهم النهارده. كل سنة وقدسكم طيبين يا أباء، كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا سعداء أن نكون معاكم النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين. المجموعة اللي موجودة قدامنا ده، الخورس ده اسمه خورس نيطغمة، وده أول ثمرة من ثمار مدرسة الشمامسة وثمار محبة المعلمين معلم قسطور ومعلم استفانوس، وطبعا كله بمحبة وإرشاد أبونا أثناسيوس. إحنا هنبقى معاكم النهاردة، هنقدم عرضين. ده العرض الأول وهيشتركوا فيه المجموعة دي، وفي عرض تاني هيكمل فيه بقية الأولاد كلهم، هيشتركوا أولاد ابتدائي وإعدادي في لحن تاني. بنستأذن الأهالي لو سمحتوا ما نزحمش، وندي فرصة أكتر، ندي فرصة أكتر، لأن إحنا نصلي ونتابع اللحن كويس. في إحنا مصورين التصوير ومغطيين الحفلة كلها بالتصوير، فما فيش داعي خالص إن أنا أقف وأصور بموبايلي. من فضلك
بيانو. بعد إذن الآباء، المجموعة اللي قدامكم دول أولادكم وأحفادكم، مجموعة سميناها نيطغمة، دي مجموعة منتقاة من مدرسة الشمامسة. ابتدينا معاهم من النيروز اللي فات. يعني شهر 9 اللي جاي، ايه بديلهم سنة شغالين معاهم. حفظوا السبع طرائق، حفظوا السنجار الكبير بتاع عيد الميلاد وعيد القيامة، وحفظوا الأصبصبصات بلاد والقيامة، وحفظوا السباتير الكبيرة، وحفظوا مردات الشمامس داخل الهيكل، وحفظوا الأصبصبصات الأضام والواطس، وحفظوا الزقسولوجيات بتاعة الميلاد والقيامة. واعتقد انتوا شفتوهم في عيد الميلاد اللي فات وعيد القيامة، هم اللي كانوا شايلين القداس. دول خرس المستقبل، دول شمامسة الكنيسة. دول كهنة الكنيسة، كهنة المستقبل، خدام الكنيسة، مجلس الكنيسة. عاوزين نحييهم تحية كبيرة خالص. بنعمة ربنا النيروز اللي جاي هنختار مجموعة تاني زيهم، بحيث ان بنعمة ربنا على مدى 3-4 سنين يبقى عندنا 60 شماسة او 70 شماس منهم هم اللي ماسكين الكنيسة وهم اللي ماسكين الشمامسة وهم اللي بيقودوا الكنيسة. كل سنة وحضراتكم طيبين، انا بشكركم وبهنيكم من كل قلب. شكرا. تفضل. ولما قربت والدة الإله أم مخلصنا أن تترك الجسد، اجتمعت كل الأرامل يبكين اللواتي كنا معها منذ الابتداء، والعذارى العفيفات اللواتي من أورشليم وجبل الزيتون أتوا وهن باكيات، والرسل أقبلوا من المسكونة وهم راكبين على السحب، وفي وسطهم لسان العطر بولس الحكيم الرسول، وكانوا يبكون وينوحون على العذراء لأنهم لم يكونوا يريدون أن يفترقوا عنها. وجاء معهم ديونسيوس الأريواغي وتيموثاوس، وإذ زلزال عظيم وسحب كثيرة لأن المسيح يسوع مخلصنا أقبل وأخذ نفس أمه العذراء إلى علو السماوات بمجد عظيم، وكفن الرسل جسدها وحملوها إلى الجثمانية، وأقام الرسل عند القبر الذي للعذراء القديسة إلى اليوم الثالث، وبتدبير الله محب البشر تأخر توما ولم يحضر معهم. ومن بعد اليوم الثالث حضر بسحابة وأبصر القبر وبكى عليها، فأجاب وقال للرسل: أطلب إليكم يا إخوتي الأحباء، افتحوا لي القبر الذي لسيدة العذراء لأبصر جسدها وأتبارك منها. ولما فتحوا القبر المقدس لم يجدوا جسد والدة الإله، وإنهم تعجبوا جدا ومجدوا الله وآمنوا بصعودها. فأما هم بالحقيقة، أعني الرسل، فهم الشاهدون بصعودها الجثمانية وجبل الزيتون، يشهدون لنا بصعودها. أورشليم وأرابيا يشهدون لنا بصعودها، ووادي يهوشفاط أيضا وجبل المر يشهدون لنا بصعودها. الإبروباتيكي والجلجلة يشهدون لنا بصعودها، وكما حملت اليوم نبوة المرتل داود الطاهر إذ قال: قامت الملك عن يمينك يا ملك المجد، ونحن نسأل أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر.
بماذا أدعوك يا ذات كل القدس العذراء التي حملت الله الحقيقي وبتوليتها مختومة؟ بماذا أدعوك يا مدينة الملك العظيم، القصر المزين الذي لملك الملوك؟ بماذا أدعوك أيتها الحقل الذي لم يزرع ووجد فيه عنقود الحياة فأعطى الحياة لكل أحد؟ بماذا أدعوك أيتها اليمامة الحقيقية التي من كباها بصفرة الذهب تلمع؟ بماذا أدعوك يا كرسي ضابط الكل، عرش العالي ومحل الروح القدس؟ بماذا أدعوك يا كنيسة الأبكار التي طغمات الطوباويين يسبحون في وسطها؟ بماذا أدعوك أيتها المنارة النقية التي نورها ارتقى إلى العلو إلى سماء السماوات؟ بماذا أدعوك أيتها السحابة الروحانية التي أشرق لنا منها كوكب الصبح؟ بماذا أدعوك يا ابنة يواقيم وحنة التي أظهرت لنا من أصل داود الملك؟ بماذا أدعوك أيتها السلم المرتفع إلى السماء والرب على رأسه يسبح له من كل الملائكة؟ بماذا أدعوك أيتها العروس الكاملة التي ولدت عمانوئيل يسوع المسيح ربنا؟ بماذا أدعوك أيتها السماء الثانية الجديدة والحلة الروحانية التي للملائكة المقدسين؟ اشفعي فينا يا سيدتنا العذراء مرت مريم عند ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. قدمنا من شوية لحن أنوكنيم، وده بشهادة المعلمين إن ده لحن أول مرة يتصلى في الكنيسة. الولاد دول نصلوا اللحن لأول مرة في الكنيسة. دلوقتي بنعمة المسيح هيصلوا لحن أطاي بارثينوس، هيكون موجود معانا على الشاشات. اللحن ممكن نشترك معاهم ونصلي معاهم لأن في جزء بيتكرر كل مرة. بنستأذنكم في الهدوء من فضلكم. هو في دوشة مش عارف جاي منين. شموا معايا الصليب كده. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
هايلين جدا جدا جدا. ده من اطول الالحان اللي بتتقال في الكنيسه في مدح للست العذراء. ربنا يبارك مجهودهم. فباسمكم شكر كبير جدا جدا لمدرسه الشمامسه. الحقيقه انا مبهور من العدد كمان، يعني كل دول بيتعلموا في الفصول يوم الخميس من 7:30 ل8:30 مساء، وبيحفظوا مزامير وبيتعلموا ألحان. ويكفي يكفي ان ده ارتباط بعمق الكنيسة القبطية من خلال ألحانها، وبيتعلموا كمان تأملات عنها وحفظ المزامير. مرة تانية باسمكم كلكم بشكر الأهالي لأنهم جابوا أولادهم، بشكر أولاد على مجهودهم، بشكر المعلمين والخدام على المجهود الكبير في تحفيظ الأولاد. بس ما فيش صريخ لو سمحتوا، عشان ما يصحش بعد الألحان دي نصرخ وقوم، ما ينفعش يعني لو في واحدة بتزغرت زي بعضه، لكن غير كده لا. هناخد صورة مع المجموعة الجميلة دي، احنا ده كله بيتذاع على الهوا، خلي بالك. بس المرة الجاية مش هنخلي الأهالي تقف كده، عشان يبقى حد بيصور ويديكوا النسخ بتاع التصوير وبتاعة الحاجة دي. أنا نفسي كمان نعمل لهم شريط بالإنتاج بتاعهم عشان ده يبقى إنتاج الكنيسة. اتفضلوا الخدام، هناخد صورة مع المجموعة بعد إذنكم. ممكن اتفضلوا الخدام كلكم لو سمحتوا. احنا في الفترة اللي فاتت خدام مدرسة الشمامسة الكبار اللي حافظين اترقوا لرتبة ايبو ذياكن، فكانت بركة كبيرة، نشكر ربنا. هناخد صورة معاهم، يلا قولوا يا مريم يا ست الأبطال قد نلتي تعظيم من نور الأنوار، ووهبتي تعظيم من عنده قصار، وحملت الخالق قد صرت عقوبة للرؤساء. خدام اللي واقفين ورا يتفضل. محبوبة وفي الإنجيل قد قال يعطونك الطوبى في كل الأجيال، يا ابنتي وقل قد فقت الشارولين من دون يا أم الرحمة، وأنت قد صرت مملوءة. واحتار فيك أرباب التفهيم يا داود يا مهد هارون يا روح المجد يا ابن صيون يا نور العيون، بك نسعد ونحظى بالنعيم، يا من هي النعمة، أنت هي النعمة، أنت الحصن الحصين، أنت كنز الرحمة يا عون المساكين، بابنك زالت النقمة يا قدس القديسين، شفعتنا
الشعب يقول يا أم الرحيم نقدم لك التعظيم يا ست الأبطار يا ابنة يوقم يا كرسيا مختار والمولود منك كريم أزل عنا العار الإله العظيم حارق الأدهار يا زين الأبقار يا طهر الأحبار يا طهر الأطهار يا نور الأنوار يا كنز النعمة أنت يا القرمة المملوءة أثمار يا ابنة يوقيم قد نلت تعظيم أنت يا أورشليم ذات المجد والفخار أنت يا صهيون يا جوهر مكنون فككت المسجون من يد المقار ابنك خلص المختن نادم وعتق العالم من كل الأضرار ربك من صغرك لما رأى طهرك قد طيب ذكرك في كل الأقطار أرسل لك غبري يا بمحكم الأقوال وبشارك إذ قال الله ملاكي وسكن في أحشاكي يا عذرة باكي في كل الأعصار إن غير المحسوس الرب القدوس منك أتي ودعى إيسوس ونظرته موسى رأى العوسج والنار في تتأجج وأغصانه ترهج ما ضرته النار إنما رأته العينان ملتهبا في العوسج والأغصان هي مريم زينة الأبطار والنار هي إيسوس الرب القدوس معطينا الناموس مكتوبا في الأحجار في أشعياء قيل عن هذا التأويل ثالث حزقيال رأى باب دخل في رب الأرباب وختم الباب مهاب عليا بإخبار عالم عالم هو قدرك ويسع ابنك لما منك تزينت الأمصار وأيضا دانيال تنبأ حيث قال رأيت الكرسي العال
مقدار نظرت فوق العين وله السلطان على كل الأقدار وهو رب القوة ومن حوله تغمار وربوات من عظم ووقار يا ابنة قد نلت الربيب وأيضا الصرافين وكل الأباء الأبرار منك جاء المولود الرب المعبود يمدح فيك داود بالعشرات أوطان. النهاردة عندنا مسك الختام أبونا رفائيل كاهن كنيستنا وهيكلمنا عن موضوع كونوا حجارة مبنية، يعني أساس بيت قوي مبني على الصخر ما يتهدش لما تيجي الرياح. وزي ما احنا شايفين ولادنا التعليم في الصغر بيثبتهم في الكنيسة عمرهم ما يدخلوا منها. فربنا يدينا كده ويدي أبونا كلمة عن افتتاح الفم ونكون سامعين وعاملين بالكلمة. بعد الكلمة في تسبحة، بعد التسبحة في قداس يخرج الساعة 1 صباحا بنعمة ربنا. لو سمحتوا المسؤول عن الصوتيات ينقل على ميكروفونات الكنيسة، مسؤول عن الصوتيات ينقل على ميكروفونات الكنيسة لو سمحت. على فكرة الموسيقى كانت من ولادنا في الكنيسة برضو، وهم طبعا حافظين الألحان دي كويس، ولو مش حافظينها مش هعرفوا يعزفوها مع تغيير النغمات وكده. ففي ناي وفي الأرض وحاجات جميلة. أنا عايز أحييهم، لسه شايفهم دلوقتي الحقيقة، بنحييهم برضو لأن لو هم مش حافظين مش هعرفوا يعزفوا. الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الصوت في ماجنيفيكيشن شوية صح؟ مين اللي ماسك الصوت؟ هنقرا بنعمة ربنا من إنجيل معلمنا لوقا البشير إصحاح السادس العدد 48. يشبه إنسانا بنى وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل قسم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. والمجد لله دائما أبديا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. وإحنا النهاردة بنعمة ربنا في ليلة عيد أمنا العذراء مريم، بركة شفاعتها ومعونتها وقوتها ومحبتها فلتكن معنا أمين. موضوعنا النهاردة مهم لكل أسرة، كونوا بيتا راسخا على الصخر اللي السيد المسيح قال عليه. بيطالعنا كل فترة الصوت لو سمحتوا اللي على الباب، اقفلوا البابين اللي ورانيين دول، اقفل الباب اللي جنبك يا كابتن، اقفلوا البابين اللي ورانيين. بيطالعنا كل فترة ان في بيت بينهار بيقع، واللي بيحصل ان لما هذا البيت بيقع بيكون وسط بيوت تانية سليمة، وهذا البيت بيكون فيه ضحايا
والضحايا دول نتيجة هذا البيت ما كانش ليه أساس مظبوط. لما المهندسين بيبحثوا يلاقوا إن الأساس بتاع البيت ما كانش مظبوط، وأيضا أحيانا بيت ينهار بعد سنتين ثلاثة من بنائه لأن أيضا الأساس ما كانش مظبوط، وبيت آخر ينهار بعد 20 سنة نتيجة الأساس كان فيه ضعف أو أحمال زيادة على البيت علوا دور من الأدوار فانهار هذا البيت، والناس تتألم وضحايا تروح نتيجة انهيار هذا البيت. هو ده موضوعنا أيها الأحباء في الأسرة المسيحية وفي الأسرة والأساس بتاعها الذي يوضع اللي السيد المسيح تحدث عنه. أنا قريت لكم من لوقا البشير إصحاح 6 عدد 48، لكن من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 24 عدد 7 يقول كده: كل من يسمع أقوالي ويعمل بها أشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. يشبه إنسانا بنى بيته على الصخر، بس إمتى؟ كل من يسمع أقوالي ويعمل بها. يبقى إذن السيد المسيح أيها الأحباء بيقول لنا إن البيت المسيحي اللي على الصخر هو الإنسان اللي هيسمع أقوال المسيح ووصايا المسيح ويعمل بها. وإحنا ليس بصدد أي أسرة في العالم أو دراسة عن الزواج في العالم، لكن إحنا بنتكلم عن أسرة المسيحية الخاصة بالسيد المسيح. كل من يسمع أقوالي ويعمل بها يشبه رجل عاقل، عاقل يعني عنده حكمة، بيتصرف بحكمة، وأما من تعوزه الحكمة فليطلب من الله. فالبيت ده بيكون مبني على الصخر، ينزل مطر، جاءت أمطار، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على الصخر. هتكلم في 4 نقط أيها الأحباء. النقطة الأولى وصايا الله اللي هي قرينا منها، والنقطة الثانية وصايا الكنيسة، والنقطة الثالثة عن شواهد من الكتاب المقدس، وآخر نقطة أخطاء شائعة. النقطة الأولى السيد المسيح نفسه بيقول من يسمع أقوالي ويعمل بها هو ده اللي هي بيته مؤسس على الصخر، فأنا مش هجيب شهادة تانية أكتر من السيد المسيح نفسه. أما عن الكنيسة وترتيباتها فنلاقي إن المجمع المقدس عمل لنا تعهد للاتنين اللي هيتقدموا لسر الزيجة، وقداسة البابا تودروس الثاني أطال الله حياته عمل شرط مهم لعمل عقد الخطوبة وهو المشورة وشهادة مشورة، إن الواحد ياخد شهادة مشورة قبل الخطوبة. على فكرة قبل كده كانت قبل الزواج، وبعدين لقوا إن في ناس لما بيدرسوا المشورة يكتشفوا إنهم ما يمشوش مع بعض فينفصل عن بعض في الخطوبة، والكنيسة تقول لما خطوبة تنفصل أحسن من لما نوصل لزيجة وتوصل للانفصال. فعلم المشورة هام للكنيسة وللمخطوبين، وياريت يدرسوها كويس. بعض الناس أونلاين يومين وياخد المشورة، المهم يجيب شهادة عشان يعملوا عقد الخطوبة، لكن ما استفادوش من علم المشورة، وده هام جدا لتأسيس أساس للأسرة المسيحية. إذن أساس الأسرة المسيحية يبدأ من قبل الخطوبة. عند الخطوبة
بفرح لما يكون الخطيبين متوافقين مع بعض، بس مش بس كده، كمان مامتهم وباباهم يكونوا كلهم موافقين. الست أشخاص، الخطيب وخطيبته، باباه ومامته، باباها ومامتها، يبقوا كلهم مجتمعين على رأي واحد مؤيدين هذه الخطبة. أفرح لما لاقي الستة فرحانين بهذه الخطوبة. أحيانا أب أو أم يعترض على الخطوبة، والخطيب يقولي بابا مش موافق، ماما مش موافقة، دي علامة مش كويسة، أو هي تقول بابا مش موافق أو ماما مش موافقة. قداسة البابا شنودة الثالث بيقول من حق الوالدين ان هما ينصحوا اولادهم بالنسبة للخطيب او الخطيبة، من حق الوالدين، لكن مش من حقهم يفرضوا عليهم شخص معين، لا يفرض على ابنه ولا يفرضوا على بنتهم خطيب معين او خطيبة معينة. إذن البابا شنودة بيقول كده ان الانسان، الوالدين من حقهم ان هم يبدوا نصيحة اعتراض على الشخص المتقدم لبنتهم او البنت عن المتقدم لها ابوه وامه، من حقهم، بس مش من حقهم انهم يفرضوا رأي عن شخص بعينه او واحدة بعينه. بعد عقد الخطوبة، في فترة خطوبة، الكنيسة بتنصح، ومن دراسة من المجلس الإكليريكي، ان الخطوبة على الاقل تكون 6 شهور. بعض الناس يجي من الخارج شهر شهرين يخطب، يتجوز، يسافروا، شهر شهرين كمان نلاقيها راجعة، وده نتيجة ان مفيش توافق بين الاتنين. الكنيسة بتنصح بالخطوبة لوقت مناسب عشان يتعرفوا على بعض، ولا ينصح بوقت طويل قوي، ما يقعدوش 2-3 سنين في الخطوبة، يعني في حدود سنة كويس جدا ليكونوا درسوا بعض وعرفوا بعض. وياريت فترة الخطوبة كل واحد يكون صريح مع الطرف الآخر. أحيانا شفت حالات يكون هو مخبي انه عايز يهاجر وهي مش عايزة تهاجر، ولغاية بعد الزواج يفاجئها انه هو عايز يهاجر او مرتب هجرة، فالاسرة تتعرض لهزة في الاساس بتاعها. ليه؟ لانه الزوجة ما كانش عايزة تهاجر وهو فاجئها بعد الزواج. لو انه قالها في الخطوبة وهي وافقت ماشي، لو انها ما وافقتش وفك الخطوبة ماشي برضو، لكن من المؤسف ان قرارات هامة في الحياة مصيرية تعلن بعد الزواج، او زي ناس اول ما يتجوزوا لا احنا مش هنخلف اطفال دلوقتي، احنا هنقعد شوية. قد ايه كل طرف يختلف عن التاني. في نقاط لابد في اثناء الخطوبة يكون متفق عليها، بحيث لما يتقدموا للزواج يكونوا متفقين على كل شيء تقريبا. نيجي عند الاكليل. الاكليل هو سر من اسرار الكنيسة السبعة، والخطوبة بنقول جبنيوت او جيبنيوت، يعني ابانا الذي ورشم الدبل بالثلاث رشومات، لكن اكليل يعني اشليل، زي ما ابونا بيبتدي شليل صلاة هنصلي الاكليل، وبيحل الروح القدس اثناء صلاة الاكليل. سؤال، الروح القدس حد يشوف لنا الصوت؟ حد يشوف لنا الصوت؟ سؤال، الروح القدس بيحل امتى على العروسين وقت صلاة الاكليل؟ مين يقول لي؟
لما بيستلم العريس عروس. في صدى صوت. لما يستلم عروسته، لما يلبس دبل ويلبسوا الدبل، لما بيضعوا الأكاليل. أيوة برافو أشكرك. العروسين بيلبسوا الأكاليل، جعلنا ملوكا وكهنة، وأبونا بيقرب رأسهم مع بعض ويصلي بالثلاث رجمات: كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب آمين، باركهما أيها الابن الوحيد آمين، قدسهما أيها الروح القدس آمين. هنا بيحل الروح القدس. عشان كده بنقول للناس في هذه الوقت لو سمحتوا تقفوا ساعة صلوات هذا الجزء، لأن ده أقدس جزء بيحل فيه الروح القدس. طبعا وقت القداس ليه وقت نبقى نقوله بعدين، وقت المعمودية إمتى بيحل الروح القدس، وقت كل سر من أسرار الكنيسة إمتى بيحل الروح القدس. العروسين أول ما بيدخلوا وبيبدأ الكنيسة بإرشاد الروح القدس وببركة قداسة البابا طاودروس الثاني والمجمع المقدس، قرروا أن يكون فيه تعهد للعروسين. بعض الكنائس بتصلي قبل بداية الإكليل، قبل الرشومات، بعض الإبروشيات بعد وصايا الزوجين، بس المهم أن في أثناء الإكليل يكون هذا التعهد. هنراجع مع بعض حاجات عشان نشوف أساس البيت المسيحي يكون إزاي. بنخليهم هما الاثنين يقولوا وراء أبونا: نتعهد أمام رب الأرباب وأمام ملائكته وقديسيه وأمام مذبحه المقدس وأمام أباء الكنيسة والحاضرين. كل ده تعهد. 8 وصايا: أن نحيا حياة زوجية مسيحية. يبقى هنا بنتكلم عن أسرة مسيحية، مش سر، مش زواج مدني أو زواج في أي مكان في العالم، ده زواج في الكنيسة أسرة مسيحية. نحيا حياة زوجية مسيحية كما يحق لإنجيل المسيح، كما يحق لوصايا المسيح، لوصايا الله في الإنجيل اللي أنا قلت عنها، أن السيد المسيح بيقول كل من يسمع أقوالي ويعمل بها في تكوين الأسرة بيته يكون مؤسس على صخر. وأن يحرص كل منا على خلاص نفسه، دي النقطة الثانية، وخلاص الآخر. بعض الناس هو يروح الكنيسة وما يسألش عن زوجته، وتكون نايمة في البيت وما بتروحش الكنيسة، أو العكس. لا، ده في مسؤولية أمام الله بيتعهدوا خلاص نفسهم كل منا نحو الآخر. وأن يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة. مش احنا في القداس نقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت ايه؟ بركة. بيوت صلاة يعني يجمعنا صلاة باستمرار، سواء صلاة فردية أو صلاة المذبح أو صلاة الأسرة كلها في البيت، أو صلاة جماعية زي في القداس، أو في اجتماع من الاجتماعات يجمعنا باستمرار صلاة، لكن بيتنا يبقى بيت صلاة وبيت طهارة. نقطة مهمة جدا الطهارة، طهارة النفس وطهارة الروح وطهارة المضجع. مش احنا في القداس بنقول اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة ايه؟ لانفسنا واجسادنا وارواحنا. طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواح. إذن كل واحد يفكر إزاي طهارة النفس وطهارة الروح. عايز أقول لحضراتكم على نقطة مهمة في الطهارة دي. بعض الناس لو عمل خطية برا البيت الشيطان يدخله جوه البيت، يعمل خطية برا البيت يجيله شرخ في العلاقة في الأسرة في البيت. بعض الناس يقول لي: يا أبونا لو أنا عملت أي حاجة، سواء حاجة مالية، حاجة جسدية، أي نوع من الخطايا، أروح ألاقي مشاكل في البيت.
وكل واحد يراجع نفسه إذا كان ماشي كويس ولقى مشاكل استجدت في البيت، يراجع الطهارة وهي تراجع طهارة الجسد والنفس والروح أمام الله. الخطية اللي بره البيت بتدخل جوه البيت وتوصل إلى أساس البيت. بيت بركة، يكون هذا البيت في بركة الله. كتير يقول ده أنا ربنا مبارك، حتى مع غلاء الأسعار ربنا مبارك، ربنا مدينا نعم كتير، وفي بيت يقول ما فيش بركة، أنا ما فيش حاجة مكفيانا. يراجع نفسه عن طهارة النفس والجسد والروح. والنقطة الثالثة، نتعاهد أن نثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأن نحترم قوانين الكنيسة المقدسة ونحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها. نثبت على الإيمان الأرثوذكسي، والإيمان ده تعريفه: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. نحافظ على قوانين الكنيسة ولا داعي للجدال في قوانين الكنيسة. هو الصوم ده ليه طويل؟ هو ليه الصيام 9 ساعات قبلها؟ نسأل ونعرف، لكن نحترم قوانين الكنيسة لأنها بإرشاد الروح القدس. عايز أقول لكم إن احنا إيماننا ليه 3 حاجات بنآمن بيها: الكتاب المقدس، طبعا في وصايا الله، لكن في مصدرين تاني للإيمان بنرجع لهم، اللي هو التقليد، اللي هو تعاليم الآباء الرسل، الدسقولية، زي مثلا صلاة الإكليل مش موجودة في الكتاب المقدس، الصلاة صلاة المعمودية مش موجودة في الكتاب المقدس، ولكن ترتيبات كتاب الخدمة كله ده من التقليد اللي تسلمناه من الآباء الرسل اللي استلموه من السيد المسيح. فده مصدر تاني للإيمان معانا. بعض الناس يقول ايه؟ هات لي من الكتاب المقدس ان الصوم الكبير 55 يوم، هات لي من الكتاب المقدس ان الصوم الميلاد كذا، هات من كده. لا، اقول له لا، في عندنا التقليد، اي الذي وضعه الاباء الرسل ثم المجامع المقدسة الى المجمع المقدس والى اليوم. ربنا يدي قداسة البابا تودروس الصحة والعافية ويرجع بالسلامة. هي دي قوانين الكنيسة بنقر ان احنا نحترمها ونحافظ عليها. والايمان الارثوذكسي، احنا بنآمن وعندنا ايمان راسخ. عايز اقول لحضراتكم على نقطة الايمان دي، وخصوصا في التواصل الاجتماعي حديثا يحاولوا يشككوا الواحد في الايمان. اوعى تتشكك في عقيدتك، اوعى تتشكك في ايمانك. وقداسة البابا اطال الله حياته برضو قال ان الكنيسة بقالها 2000 سنة جميع الأسئلة اتجاوب عليها. ما تقلقش لو واحد طلع على التواصل الاجتماعي بيسأل سؤال، سواء لأغراض للمعرفة أو لأغراض مش كويسة، أي سؤال على مدى 2000 سنة هيكون اتسأل واتجاوب عليه. إذن نكون عندنا إيمان ونبحث ونطلع الإجابة، لكن كل سؤال وليه الإجابة بتاعته. 2000 سنة ده ثانوية عامة، لما مادة تبقى بقى 5 سنين بيدرسوها يقولك حفظنا المنهج حفظنا الأسئلة، ما بال 2000 سنة الأسئلة هي هي. وتأكد أن كل حاجة في الكنيسة مسلمة تسليما رسوليا ونحافظ عليها. لا نعمل العقل كثيرا، ما نعودش نفكر بالعقل، نفكر ويسأل ويتجاوب عليك، لكن في جزء مهم إيمان في كل حاجة. لكن اسأل، وخصوصا الواحد كل ما يكبر يسأل. أحسن سن للإيمان أطفال الصغيرين، تقول له ربنا موجود مالي الكنيسة؟ آه خلاص. لكن الكبير يقول لك اقنعني وريني وماله. نقنع ونسأل وفيه إجابة، لكن لابد جزء في إيمان، لأن إعمال العقل قد يؤدي للإنسان إن هو يشت عن العقيدة. خدوا بالكم، الناس اللي درسوا علوم اللاهوتية هم اللي طلع منهم البدع والهرطقات،
مش بعضهم اباء سقفة، طلع منهم زي نسطور مثلا البدعة طلعت من حد دارس في علوم اللاهوتية. عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة قوي، ان اللغة قاصرة عن التعبير عن اللاهوتيات، اللغة قاصرة عن التعبير عن اللاهوتيات، وده باقوال الاباء. وهديكم مثل عن ازاي الكلمة واللي احنا بنقولها قاصرة عن التعبير عن اللاهوتيات. كلمة الخمر، الخمر في اللغة العربية هي كلمة خمر، سواء مسكر او زي الأبركة غير مسكر، وفي القداس نقول خبز وخمر، ونقول السيد المسيح حول الماء في عرس قانا الجليل الى ايه؟ الى خمر. ومعلمنا بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس خذ قليل من الخمر يصلح المعدة، صح؟ لان كلمة الخمر في اللغة العربية هي خمر، ما بتفرقش بقى. لكن لو عايزين نعرف كلمة من الكتاب المقدس في العهد القديم نرجع للغة العبرية اللي كتب بها الكتاب، ولو عايزين في العهد الجديد نرجع للكلمة باللغة اللغة اليونانية. ده المراجع الأساسية أي دراسات لاهوتية في أي حاجة، لك نرجع للغة العبرية في العهد القديم واللغة اليونانية في العهد الجديد. لما نرجع للغة العبرية في العهد القديم عن الخمر نلاقي الخمر في نوعين، خمر مسكر زي مثلا بنات نوح وكان في حالة سكر، ده اسمه يايين، اسمه ايه؟ يايين. لكن في خمر غير مسكر، عصير عنب طازج او عصير كرمة طازج، في اللغة العربية اسمه خمر برضو، لكن في اللغة العبرية ليه اسم تاني اسمه تيروش. يبقى في يايين مسكر وتيروش هو عصير كرم طازج او عصير عنب طازج. ولو جينا في العهد الجديد في اللغة اليونانية نلاقي تعبير لبرضو العصير العنب الطازج اسمها اوينوس. إذن تعبير الخمر في الكتاب المقدس ايها الاحباء بيفرق بين مسكر وغير مسكر، يايين ده مسكر وتيروش غير مسكر. إذن السيد المسيح حول الماء إلى عصير عنب طازج، أي حوله إلى تيروش وليس يايين. وباللغة العهد الجديد حول في عرس قانا الجليل الماء إلى أوينوس. ومعلمنا بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس خذ قليلا من الأوينوس ليصلح المعدة. يبقى شفتوا كلمة في اللغة العربية قاصرة عن التعبير. عشان كده الراجل اللي رئيس المتكأ في عرس قانا الجليل راح للعريس وقال له انت ازاي مخلي التيروش اللي هو عصير العنب الطازج في الاخر، والجيد ده الناس بتقدم ده في الاول والدون في الاخر، فعصير عنب طازج. اذن اللغة قاصرة ايها الاحباء. لكي لا أطيل على حضراتكم نتعهد أن يبذل كل منا نفسه في سبيل إسعاد الآخر، دي هنقولها في الوصايا، أن يسلك كل منا تجاه الآخر بالمحبة والتسامح والأمانة والصدق وطول الأناة، وأن يحتمل كل منا ضعفات الآخر. كل دي ثمار الروح القدس. يعني البيت المسيحي لو مثل الشجرة المثمرة اللي ليها جذور وثابتة تطلع هذه الثمار، وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم، أي حاجة شريرة بالحكمة نهرب منها. نمرة خمسة، نتعهد ألا تكون الماديات سببا في اختلاف بيننا بأي صورة. ياما بيوت بيتخرف بالبيت بسبب ماديات، أنت مش قادر تصرف على البيت، أنت مسرفة، ويتخانقوا بسبب الماديات. هنا بيحط تعهد
انها نكون راضين ومكتفين بما نحن فيه، ان نتعامل بحكمة وحب تجاه أسرة الآخر. دي نقطة مهمة قوي، تجاه أسرة الآخر الحما والحماة. بالإنجليزي الحما والحما اسمه father in law ومذر in law، يعني بالقانون حماتك وحماك هما زي أمك، مذر وفاذر، وهي برضو مذر وفاذر بيكون حماتك. صدقوني كل بيت لما يكونوا الستة زي ما قلت لكم في بركة بعد الزواج، ويزوروا بعض وبيخرجوا مع بعض ويصيفوا مع بعض، تلاقي بركة في هذا البيت، وربنا يداهم بنين وفرحهم ويعطيهم رب بركة. اللي قلنا بيت بركة، كل البركات تيجي نتيجة ان تجاه أسرة الآخر. وأسرة الآخر ليها نماذج من الكتاب المقدس، عايز أقول لكم على نموذج حلو خالص محدش قاله قبل كده. في سفر طوبيا، انتوا عارفين طوبيا لما طلعوا معاه الملاك رافائيل وذهب في الرحلة بتاعته، فإنه في الرحلة قابل قريبه اللي هو كان عنده الصك اللي كان رايح يديله الفلوس، وكان عنده بنت كل ما يتجوزها حد يموت، سبع أزواج ماتوا، صح؟ فاكرين القصة دي؟ القصة دي نلاقي إنه لما جه طوبيا يتجوزها، فإن أبوها حفر قبر لطوبيا وهو ما يعرفش طوبيا، وقال إحنا عشان لما الصبح يموت ندفنه على طول. لكن الملاك رافائيل قال له صلوا ثلاثة أيام بعد الإكليل على طول، ولهذا لغاية النهاردة في بعض الناس أسر يروحوا ثلاثة أيام طوبيا. إيه ثلاثة أيام طوبيا؟ بعد الزواج ما يروحوش على بيت الزوجية وشهر العسل، يروحوا على دير، هي تروح في مكان وهو يروح في مكان، وبعد ثلاثة أيام يبدأوا شهر العسل بتاعهم. دول ثلاثة أيام طوبيا. لكن العجيب أن أبوين عروس طوبيا وصوها، ده الحما والحماه. بصوا بقى اللي شاطرين واللي بيعايزين يحطوا اساس لبيت بنتهم وصوها ايه. اقبل الوالدان في طوبيا 10 اصحاح العاشر عدد 13، اقبل الوالدان ابنتهما يقبلناها ثم صرفاها، اوصاياها ان تكرم حماويها. اول وصيه لبنتهم خدي بالك من حماك وحماتك قبل جوزها وقبل بيتها، أوصوها بإيه؟ أن تكرم حماويها. نمرة اتنين، تحب بعلها، حب جوزك. ده هما بيقولوا لبنتهم كده، بيوصوها وهي هتسافر معاه. تدبر عيالها، خدي بالك من العيال وتدبريهم وترعيهم برعية الله. وتسوس بيتها، يعني تمشي بالحكمة والسياسة في البيت دون إسراف، دون إرهاق للزوج، دون مشاكل. وتحفظ نفسها غير ملومة أمام الله. عشان كده في الوصية هتشوفوا إن إحنا بنقول عنهم أمام الله. فدي وصية حما وحماة طوبيا لبنتهم وهي جاية تسافر مع جوزها. نتعهد أن نربي أولادنا تربية مسيحية، نجيبهم الكنيسة، نناولهم، نكون قدوة لهم في الأعمال الصالحة حتى نكون جميعا قديسين بلا لوم. وكان عندنا في النهضة كونوا قديسين بلا لوم أمام الله في المحبة. في الإكليل بنرشم الثلاث رشومات على الدبل، وبعدين الصلوة اللي بعد كده يلبسوا نصلي على الثياب، والزوجة تلبس الشاملة انها بتغطي جسدها زي الوصية ما بتقول، والزوج بيلبس برنس. البرنس ده زي بتاع الكاهن، لانه هو بيصبح كاهن الاسرة وهو المسؤول امام الله عن هذه الاسرة. يقول لها يلا بكرة هنروح قداس وضبي الاولاد، استعدي هنروح عشية، استعدي بالاولاد هنروح بكرة دير، هنزور
مكان مقدس، هنروح مكان رحلة العائلة المقدسة، يكون الإنسان في بيت بركة. فهو الزوج مسؤول بيلبس البرنس. بعدها بنصلي من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس، أن كما أحب المسيح الكنيسة هكذا يحب الرجل امرأته. وبعدين نصلي من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 19، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. بعد كده بيكون في وصايا، يا من بارك لأبونا إبراهيم ومن سارة، يا من بارك ليعقوب، يا من بارك ليوسف، يا من باركت عرس قانا الجليل، بارك يا رب في هذين العروسين. ونصلي ان ربنا يديهم البركة. وبعدين بنرشمهم بالزيت البركة، ده مش زيت ميرون، ده زيت ممكن يبقى زيت السبت النور، زيت بركة يترشموا به زيت البركة. ما احنا قلنا هتكون ايه؟ بيوت بركة. بعد كده بنصلي الاكاليل، وبعدين نلبسها لهم ملوكا وكهنة، ونلبسهم قبلها الدبل في الايد الشمال. يبقى الدبل في الايد الشمال ناحية القلب، ونقرب راسهم مع بعض فكر واحد، وهنخليهم بعد كده زي ما قلتوا ان يستلم عروسته ايد واحدة بايده اليمين، يبقى فكر واحد وقلب واحد وايد واحدة. ونصلي ويحل الروح القدس زي ما قلنا. بعدها في وصية للعريس ووصية للعروس. وصية العريس والعروس آخر جزء هو واحد بيتكرر، إذا اتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك ويرزقك أولاد مباركين يقر لهم بهم عينيك. هي إذا اتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك ووسع في رزق يرزق الله أولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. بس الجزء الأول في الوصية للرجل غير المرأة، للزوج غير الزوجة، هي مش وصية واحدة. وصية الزوج يجب عليك يا ابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة، ما يكونش عندك حاجة في قلبك أنا هنتقم بعد الجواز. بعض الناس يدوب اتجوز يقول لها أنت فاكرين باباك وماماك ومامتك عملوا إيه في الخطوبة؟ ما كانوش موافقين علي أصلا، أنا هنتقم. ويبتدي يبدأ حياة كلها انتقام، ويبتدي حياة كلها خصام. فبيقول لنا تبدأ للرجل بنية خالصة، على أساس الرجل كتير قلبه وعقله يقعد يشيل ويخزن كتير. ونفس طاهرة، وقلنا عن الطهارة في التعهد، والطهارة تحفظ البيت وأساس البيت سليم زي العمارات التي لم تنهار. وقلب سليم ما فيهوش غش، ما فيهوش لوع، ما فيهوش ضحك على حد، قلب سليم وبالذات على زوجته. وتجتهد فيما يعود لصالحها، تجتهد يعني ابذل كل جهدك، كل جهدك مش جزء من جهدك، من كل قدرتك ما يعود لصالحها. وتكون حنونا عليها. الحنية دي من العجيب ان هي صفة من صفات المرأة، مش بنقول الام الحنونة؟ الام حتى في الطيور وحتى في الحيوانات الام رمز للحنان. ونفس الكتاب يقول ان نسيت الام رضيعها، انا لا انساكم، بيشبه نفسه بحنان الام. لكن الكتاب طلب من الزوج الحنان، على اساس ان الحنان موجود طبيعي في قلب المرأة. بعض الأزواج يقول أنا لازم أكسرها، أنا في أول ليلة لازم أعلمها، وأقوال شعبية كتيرة نعمل إيه مع الزوجة من أول يوم وإزاي عشان تبقى فطوعه، وكلام وليس من الكتاب المقدس. تكون حنونة، تسرع إلى ما يسر قلبها، تفرحها باستمرار. كانوا بيعملوا لك إيه ماما وبابا؟ ما أنت المسؤول عنها بعد والديها. بيعملوا لك عيد ميلاد، أعمل لك عيد ميلاد. بيودوك مصيف، اوديك مصيف. ايه اللي يفرح زوجتك؟ ده اساس من اسس الحياة المسيحية.
فأنت اليوم المسؤول عنها بعد ولدي. تكلتم إجلي السماء والزجرة وحلت عليكم نعمة الله. متى قبلت ما أوصيتها به؟ زي ما قلت لكم الجزء الأخير للاثنين. بالنسبة للزوجة عشان الوقت، أنت أيتها الابن المبارك العروس السعيدة قد سمعت ما أوصي به زوجك، يجب عليك أن تكرميه وتهبيه، تكرميه وتعظميه. شفتوا العدرة؟ بمناسبة أن احنا ليلة عيد العدرة، لما الطفل يسوع كان عنده 12 سنة وتاه منهم عند الهيكل ودورت عليه 3 أيام لغاية لما لقيته، ده رجعوا بعد ما كانوا مشوا مسيرة يوم ورجعوا تاني وقعدت تدور عليه، أما لقيته جوه الهيكل قالت له إيه؟ أبوك وأنا. بتعظم الزوج، بتعظم يوسف النجار. ما قالت له شو أنا تعبت، أنا دورت عليك كتير، أنا قلقت عليك، لا، ده أبوك وأنا. وبكل احترام عن الزوج، فإحنا بتتوصى يجب عليك أن تكرميه وتهبيه، يعني تعظمه، لا تخالفي رأيه. الست اللي بتقول حاضر بتريح، لكن أول ما يتجوزوا لا، ده أنا عقلي زي عقلك، لا ده أنا شهادتي أعلى من شهادتك، أنا تخصصي أعلى من تخصصك، ويبتدوا يتنقروا، هنا البيت الأساس ما بيبقاش مظبوط. بل زيدي في طاعته كمان على ما أوصي به أضعافا، فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك. الزوجة اللي تقول حاضر ماشي، والد ان احنا نختلف طالعين من الكنيسة، هو يقول لها نمشي من ناحية اليمين، تقول له لا من الشمال، يقول لها لا من اليمين، تقول له الشمال، ما الاثنين يوصلوا البيت، فتقول له حاضر خلاص، وما نعملش مشكلة، وبتريح وتدي أساس سليم في البيت. يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب، لا تتجري في وجهه. الزوجة الحكيمة تستنى لما جوزها يدخل من البيت راجع من الشغل، مش على طول تبتدي تقول له أنت أكلمتك في التليفون عملت إيه وجاوبتني إيه ومن امبارح بالليل إيه ولسه جاي تعبان، ده لا، تستقبليه بالبشاشة والترحاب، أهلا بيك، نورت البيت، اتفضل وقعد، لا تضيع شيء من حقوقي عليك. ما تقوليلوش طيب بص انت عملت كده انا مش خارجة معاك، انا مش راح عند مامتك وباباك، لا، لا تضيع شيئا من حقوقي عليك، وتتقي الله في سائر امور معك، لان انت بتتقي ربنا مش كده. لان الله اوصاك بالخضوع لا امرك بطاعته بعد والديك، كوني معه كما كانت امنا سارة. شوفوا البركة اللي خدتها امنا سارة ونسلهم بقى رمل البحر، مطيع لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. بعض الزوجات في الإكليل يتضايقوا من الكلمة دي، إيه يا سيدي، هو إحنا من أولها هنقول له يا سيدي؟ يا سيدي يعني ماي لورد، بتعظمه وتفخمه. لو ملكة هزأت الملك بتاعها، هل ده يليق؟ أو قدام الناس أو بينهم بين بعض. كل ما تعظم زوجها كل ما الاثنين يبقى محترمين. بعض الناس اول ما يتجوزوا جايين الناس يباركلهم في البيت، يقعدوا يتريقوا على بعض قدام الناس، هو ما بيعرفش ينقي الوان، ده انا اللي بنقي له لون البدله بتاعته والكرافته بتاعته، هو يقول ده هي بتحرق صينيه البطاطس ما بتعرفش تطبخ، مامتها اللي بتجيب لها الاكل، ويقعدوا يقللوا من قيمه بعض قدام الناس. الناس تخرج ويقفلوا الباب ويبص لبعض كده، احنا ايه اللي عملناه ده؟ هزقنا نفسنا قدام الناس وقللنا، هي قللت جوزها وهو قلل مراته، لا يليق. كل دي اسس بتتحط في البيت لانها بتمشي سنين بهذه الطريقه. فكانت تخاطبه فنظر الله الى طاعته لها. خدي بالكوا كل ما هتبقى حكيمه مع جوزها في البيت ينظر الله الى طاعتها له. يبارك عليها، أعطاه إسحاق بعد الكبر أمنا سارة، وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل على الشاطر بعد. إذا سمعت جميع ما وصيناك به، بقيت بقى إيه الوصايا؟ قلنا الزوج زي الزوجة. إذا في وصية، ده أساس، أهو ده بيت لا ينهار لا يتزعزع، والبيت ده يكون ثابت إلى الأبد. زي ما قلت لحضراتكم أنا عشان الوقت، ان هو
البيت المؤسس على السيد المسيح وعلى وصايا السيد المسيح، فالبيت دوت بيكون بيت بركة وبيت طهارة وبيت نقاوة. ونلاقي النقطة التالتة ان هو وصايا كتابية للأسرة. نلاقي معلمنا بولس الرسول رسالته لأهل كولوسي الإصحاح الثالث يقول آيات النساء اخضعنا لرجال كنا كما يليق للرب. نفس الوصية، أيها الرجال أحبوا نساءكم لا تكونوا قساة عليه تكون حنونا عليها. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. هياخدوا بركة. أنا لما يجي لي أولاد يقولوا لي إيه، أنا بتخانق مع أصحابي وبخصمهم واتخانق مع بابا وماما، أقول له لا وقف. أصحابك جيرانك زميلك في المدرسة دول درجة واحدة، أما ماما وبابا في البيت لا دول درجة عالية، لا تستقل بيهم ولا تحطهم في الدرجة بتاع أصحابك. أكرم أباك وأمك تطول أيام حياتك على الأرض. ولو كل ما يتعلموا الوصايا كل ما إحنا إيه يكون بيت مؤسس على صخر. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. النقطة دي مهمة جدا. بعض الأهالي من ابنهم وهو صغير أنت ما بتفهمش، أنت ما بتعرفش، أنت نقول لك الدرس وما استوعبتوش، أنت غبي. مش في بعض الأهالي يقولوا لابنهم كده؟ مرة ابنهم لما يروح المدرسة والمدرس يسأله سؤال بسيط، يا ابني السؤال ده جاوب عليه، يسكت. يا ابني ده سؤال بسيط ليه مش بتجاوب عليه؟ لان بابا ومامته زرعوا فيه ان هو غبي، ان هو ما بيفهمش، ان هو ما بيعرفش يجاوب. هي دي لا تغيظوا اولادكم، هما دي ان الاولاد بتضيع اولادها بهذه الطريقه. لا تحطم نفسيه الاولاد، سواء بقى في تعاليم لازاي الاباء يعاملوا اولادهم وما يضربهمش وازاي ينموا المهارات بتاعتهم. يبقى دي وصايا من الكتاب المقدس. اخر حاجه اخطاء شائعه. اخطاء شائعه هقول خطأين من الاخطاء الشائعه. اول حاجه الاولاد وهم صغيرين شويه ويجي معاه صوم زي صوم العذراء كده، فيقول له لا يا ابني ده انت في الاعداديه واحنا محتاجين مجموع، ما تصومش انت هتضعف وممكن نشوف ابونا يديك حل. مش بيحصل كده؟ يدخلوا في ثانويه عامه، لا ده دي بقى السنه دي الثانويه العامه دي تحديد مصير، بلاش يا ابني تصوم وتبقى ضعيف ومش قادر، وكان الصوم هو مجرد بس امتناع عن الاكل. الولد او البنت اللي بنعلمه الصيام ده ما هو بيصوم عن التواصل الاجتماعي، بيصوم عن الخطيه، كل دي بتحافظ عليه يركز في المذاكرة بتاعته. وسؤال، لو انه ام واب معلموش عيالهم الصوم في سن اعدادي وابتدائي وثانوي، لما يدخلوا كلية هيبدأوا يصوموا؟ كل واحد كان زمايله في الكلية ده بيصوم ده بيصومش من هو صغير. طب هل لما يتجوزوا وهو ما بيصومش طول عمره هيبدأ صوم؟ يا ما زوجات تشتكي جوزي ما بيصومش لان امه وابوه ما علموهوش وهو صغير. فده خطا شائع ان بسبب الشهادات احنا ما نصومش اولادنا. الخطا الثاني وده خطا هام في حياتنا الزوجيه هو الخصام. الخصام، في ناس عندها عاده الخصام، في ناس بتتخاصم يوم، في ناس بتخاصم اسبوع، في ناس تخاصم شهر، في واحد يخاصم زوجته سنة، في ناس يقولوا لما لا سيبني لما ابرد، او هي تقول سيبني بعدين شوية، او واحد يقول انا بخزن وبعدين انفجر مرة واحدة، وده خطأ. الكتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم. كنت زمان اقول ما تناموش بالليل قبل ما تناموا تكونوا مصطلحين، لقيت لا ده الكتاب بيقول قبل الغروب مش قبل النوم، قبل صلاة الغروب لا تغرب الشمس على غيظكم. وعملت بحث عن الأزواج السعداء اللي ما بيتخصموش، لقيت ان اللي ما بيتخصموش عندهم أساس روحي
لأن السيد المسيح زي الهرم اللي بيحمل بيت وبيتنا في الداخل. في ناس لا، ده بيتنا هو الكبير والسيد المسيح له جزء صغير. فلقيت أول حاجة عندهم أساس روحي، سواء هم خدام أو سواء هم بيجوا الكنيسة بيتناولوا باستمرار، بيعترفوا، بيقروا كتاب المقدس، عندهم مذبح عائلي، كل دول ما بيتخصموش. وكمان سألتهم في البحث ده، كل ناس اتنين تلاقي سعد قوي على طول وبيتحاكوا مع بعض باستمرار، وتشوفوهم هنا وهنا مبسوطين، انت فين انت فين، انا جاي، انا مستنيك، انا جاي لك، والاتنين قلبهم على بعض. لقيت ان الحاجة الوحيدة اللي عندهم انهم ما بيتخصموش، الاساسية. قلت لهم بتعملوا ايه عشان ما تخصموش؟ بالاختصار واحدة قالت لي ابونا احنا نص ساعة بعد اي زعلة وارد نختلف، اقول له تشرب شاي يقول لي اشرب شاي خلاص، اقول له تشرب ليمون يقول لي اشرب ليمون خلاص، مش بقى لازم ندور ويعتذر وهي تعتذر. مش شطارة ان واحد يمسك خطأ على زوجته في كلمة في حركة، او هي تمسك على زوجها وتفضل هذه دي وتروح تقول في كل حتة، دي مش شطارة، ده بيبوظ في اساس البيت ويقلب بخصام. يا مناس بيتخصموا وهم بيجوا الكنيسة، صح؟ يا مناس بيتناولوا وهم متخصمين. يا مناس اقول لكم على واحد، هم اتنين انتقلوا، كان في واحد ويجي ويقول يا ابونا هي السبب في كل الحاجات دي وانا عايز حل عشان اتناول، وهي تروح لاب اعترافها يا ابونا هو السبب واديني حل عشان تناول، وهم اكتر من سنة متخصمين. تقول لي يوم الحد يصحى وجاي الكنيسة وهو نازل يرزع الباب عشان اسمع انه نازل، رايح فين؟ رايح الكنيسة. وجاي فين؟ جاي القداس وهو مخاص، ويتناول بدون استحقاق. ما الله فاحص الكلى والقلوب، اذا انت مخاصم وربنا فاحص قلبك وقلبك تأكد ان كل اللي حضرته ده باطل الاباطيل، الكل باطل. وكان يحضر القداس وهو خارج يشتري قربانة وياخد قربانة ويروح البيت، وهو داخل يرزع الباب وراه عشان هي تسمع انه جه، ويحط القربانة على السفرة ويدخل قطه هو يكمل الخصام. اي قداس واي تناول واي بركة، ويظلوا كده متخصمين، يجي يتناول ويمشي ويجي يتناول ويمشي وهم متخصمين. الله فاحص الكلى والقلوب. اذا انت تقدر تخدع الناس كلها لا تستطيع ان تخدع الله، واذا هي قدرت تخدع الناس كلها لا تستطيع ان تخدع الله. فدي عادة سيئة لقيتها بتحطم البيوت. عندي مشكلة عائلية اقول له ارجوك ما تتخصموش، ويرجعوا يتخصموا تاني. اخرهم قالت انا عايز اسيب البيت. اخر حاجة دي اوعى حد يهدد انه يسيب البيت. ليه بقى؟ لان عند لحظة عنف او لحظة نرفزة بيفضل في مخ الانسان باك جراوند انا هسيب البيت، وتهدد كذا مرة وتسيب البيت. عارفين زي ايه؟ حاجة بسيطة، واحد يقول اكسر لكم التلفزيون وما يكسرش، هكسر لكم التلفزيون، ويجي في مرة يتعصب قوي يوم كاسر التلفزيون، صح؟ لانها تترص. واحد يقول انا هنتحر فيقولوا له ما تنتحرش، اول ما تيجي الفكره دي اقول له اوعى تقول الكلمه دي تاني، تترسب في ذهنه ويبتدي يفكر ازاي هينتحر، وهينتحر باي طريقه، وبحيث يوم وقت معين حصل مشكله كبيره يروح ينتحر، ويقولوا ده سبب مشكله. لا، ده مترسبه ترسيبات في ذهنه انه هينتحر. فكل واحد لما يحدد في مخه ان ممكن يسيب البيت، طيب لو واحده قالت لجوزها ده انت دلوقتي لا تمثل لي اي شيء وانا مش بحبك خالص، عايزة يعمل ايه؟ او لو العكس قال لها كلام محطم زي كده، في كلام ما يتقالش، لا يليق ان هي تقوله لجوزها ولا تعرفه حتى ان ده في قلبها، ان هي انا مش طايقاك تاني خالص، طب عايزة يقول ايه ويعمل ايه وهو يقول لها كده؟ مش بيحصل. كم من قضايا في المحاكم بين الازواج، كتير ولا قليل؟ كم من قضايا في المحاكم بين الاخوات؟ فاذا الخصام ايها الاحباء مدمر للحياة الاسرية.
دول خطأين شائعين هناك، أخطاء تزلزل البيت. أرجع تاني أقرأ الآية من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح 24 العدد 7: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، ده السيد المسيح اللي بيقول، يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار برضو ما تأثرش، ووقعت على هذا البيت لم يسقط. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على الصخر. الرب قادر أن يعطينا البركة والنعمة والفرح وثمار الروح القدس في حياتنا، وكل واحد زي بعض البيوت حتى لو الأساس اتلخلخ يقولوا البيت ده محتاج ترميم، ويبتدوا يشوفوا العمود اللي اتلخلخ عندهم ويرمموه ويصلحوه، يكمل هذا البيت عمرا زي بقية البيوت، وهذه الأسرة تكمل رسالتها أمام الله. اذكروني بصلواتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد، آمين. Bek nainen tekirin hoen soften bekleos sotiemon onainan kirieleison kirieleison kirie flogison aminesmo roesmo roestimetania konie volgo embiesmo amin be christos benoti amin sashobi ya elahna malik